يعني عندنا في تكريم للعالمي مجدي يعقوب، تم اختياره في امريكا اسطورة الطب، وبنقدم له التهنئة من خلال البرنامج هو ده دكتور مجدي يعقوب اللي بنقدم سيرته كراجل مواطن مصر طلع من هذه الدولة من هذه البلد ليبهر العالم، عشان تعرفوا قيمة مصر وقيمة التدين السليم، يطلع المسلم مع القبط الاثنين على قدم المساواة، واللي بدرجاته واللي بعلمه هو اللي بيتفوق. نشوف دكتور زويل ونشوف أسماء كثيرة طلعوا من البلد دي وخرجوا ورجعوا تاني، لأن دي بلد الحب والسلام.